Concedo el uso de la palabra Iraqi Develops Organization. سيد الرئيس، تشكر منظمة IDO ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المقرر الخاص نوكيس على تقريره، كما نسلط الضوء على وجهة نظره حول الأمن الغذائي الذي يعتمد على التنوع البيولوجي في البيئة المحيطة، ونتفق أيضا مع تقييمه بأن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على بعض الجماعات أكثر من غيرها. كون البحرين أرخبيل لابد أن يرتبط المجتمع البحريني بالبحر. تاريخيا كان المجتمع معروفا بتجارة اللؤلؤ، في حين كان النظام الغذائي المحلي مبني على الأسماك المحلية والربيان. ابتداء من عام 1950 أطلقت الحكومة البحرينية مشاريع استصلاح الأراضي، فدمرت التلوث الناجم عن المنشآت الصناعية بشكل متزايد سواحل المملكة البحرين والبيئة البحرية، مؤثرا سلبا على معيشة العديد من السكان. يقتل تسرب النفط ومخلفات الكيميائية الحياة البحرية وتدمير مصادر الدخل والرزق. وقد أدت هذه الإثارة المتراكمة إلى تدمير 90% على الأقل من الأسماك في البحر وتدمير المناظر الطبيعية المحيطة بها، مما يسبب التآكل وارتفاع درجة حرارة المياه والرواسب. يعتمد عديد من سكان قرية المعامير على صيد الأسماك، ولكن نظرا لمشاريع الاستصلاح أصبحت المعامير حاليا قرية تعاني من أعلى مستويات الفقر والبطالة في البحرين، ولم تتخذ السلطات أي خطوات لمساعدة المجتمع والسكان لأكثر تضررا من مشاريع الاستصلاح الأراضي والتلوث الاصطناعي. هم عائلات شيعية فقيرة. أما في سترة، دمر الاستصلاح الأراضي المناطق التي كانت سابقا غنية باللؤلؤ وثمار البحر، مجردا الصيادين المحليين من أعمالهم، ومع ذلك لم تقدم الحكومة أي دعم للصيادين. لذلك نوجه السؤال التالي للسيد نوكيست: ما هي الجهود التي اتخذها لحث الحكومة على وقف الاستصلاح؟ وشكرا. Thank you very much, Mr. President, and thanks to all of the speakers both today and yesterday. One question was directed at me, I believe, by the Iraqi Development Organization, asking what effort I've undertaken on land recovery projects. And to be honest, I have not looked specifically at land recovery projects. So I guess I would just say that the general principles that I've described with respect to human rights and the environment would apply to such projects as well. That is, the need to meet procedural obligations of information, participation, and remedy, and so forth.